أخبار اليوم. رد على نسبة يعني 65 يعني مش مفهومة بصراحة. الاتحاد في عهده كل المنتخبات ما حققتش النتائج خالص. طب الكرة الشرقية في مشاكل، الكرة الشرقية دي حاجة. دي الحاجة التانية حضرتك لو أنا بدخل جيت للمنتخب برضه المنتخب كان معرض، دي حاجة. الحاجة التانية هتحتاج في مشاكل في القيمة بتاعت حضرتك في المنتخبات. يبقى هو ده السؤال. تمام. وفي مثلا الباشمهندس حسن الاول بمناسبه الكره الشرقيه معترض على وجود الباشمهندس احمد مجاهد. سؤال سؤال كابتن حسن مش باشمهندس. ما علينا هقوله هو حر. طلعوا عدلات هو محاسب. الكلام ده دي حاجه. وفي الدكتور كرم كوردي ولو شمال هيبقى في قيمتك في خلاف على مساله النائب برضه. هتعالج ده كله ازاي؟ يعني الامور مش صعبه بس انت حضرتك ان شاء الله تقدر تعالجها. هل هيبقى الاتحاد في عهدك اقوى من الاهلي والزمالك؟ لا هو حاجه اخيره. معلش يعني احنا مش بنتبنى وجهات نظر بس بنقول المطروح واللي ممكن في الفتره الجايه في الانتخابات هتسال لحضرتك فيه. قصه الملف القدري برضه علاقه حضرتك بين همام ومسلم التكبير في الانتخابات والاتحاد الدولي او الكلام ده كله هتعالج السلبيات ازاي؟ اولا هي مش سلبيه، انا بفتخر ان انا كنت واقف مع مواطن عربي طرز بالنسبه لنا. ولو قلت سلبيه راجل مش محترم، بالعكس انا بالعكس انا بقول ان احنا خساره الرياضه العربيه عدم وجود محمد دينامو. لان محمد دينامو قيمه وقامه في الرياضه لا خلاف عليه. لو انا استشعر ده وانا ما كنت موجود في داخل المنظومه. هنرجع لقبل 2010 كان حد بيتكلم عن ملف خطر؟ الاتجاهات السياسيه اللي خلتنا نتكلم في الكلام ده. انما لو رجع بيك الزمن برضه وبتاع هتدي الملف خطر. يا اما يبقاش عندك اي نخوه وطنيه. الدين متوحد. احنا كدوله كان في اشتراطات عشان ندي الصوت. ولا مجال ان انا اثبتها. انما كدوله كان هناك اشتراطات مهمه جدا جدا سواء من سياده الرئيس او من الخبرات العامه، يعني في شغل عامة. كل الجهات. فطبعا الحاجات دي بتبقى حساسه لما واحد بيتكلم فيها. انما ولو النهارده احنا قلنا هي ممثله للميدل ايست وممثله للوطن العربي لازم نقف معاها. ولو تفتكروا ان كان في شهر 11 سيد رئيس الجمهوريه راح زار قطر وانا قالوا لي اطلع معاه ما رحتش. قلت له سيادتك صاحب السوق وراح قال احنا السوق لقطر. وانا لما بتساءل في التحقيقات لما يقول لك والله انت اديت ما بقولش الكلام طبعا. لما يجي يسالني يقول لي هم الحكومه المصريه طلبت منك ما مش في رياضه كده. ايه تدي الصوت لقطر؟ اقول له يا رئيس ممكن يسالني ولكن لا يفرض رايي عليا لان انا ورا الستاره. اشوفني فين؟ صحيح. طب ما انا طلب مني قبل رئيس وزراء انجلترا وولي عهد انجلترا ليله التصويت. قلت لهم حاضر يا فندم. قال لي حاضر يا فندم. انا اللي هفوت عليا. طلعت الدور والمخابرات الانجليزيه واقفه والراجل المندوب بتاعه اسمه ديفيد لوي مقفول كله بتاعه من الطرف الشمال داخل اخر الاوضه بتاعتك في الشمال. ثالث يوم ما طلعت النتيجه حطوا كل اللي قبله مين؟ رئيس وزراء كاميرون والولد اللي ولي العهد مش عارف اسمه ايه ده؟ ويليام. ما عدا انا. قال لك دول ضحكوا علي. لان انجلترا خدت صوت واحد اعتقد او الصين مش فاكر. وانا ما رحتش. بس ده كان نابع من اللي انا جوه المطبخ. كنت عارف الناس. لا ما الرئيس بياخدها دبلوماسيه مش فاهم المطبخ فبيقول لي فوت على الناس. حاضر يا فندم اخوك. وبدي توجيه عام و قلت له يا فندم احنا متفقين. قال لي هتسلم عليهم وبتاع رئيس وزراء انجلترا. ما رحتش. مش انا افرح اروح اضرب صوره جنبه رئيس وزراء انجلترا بيسلم عليا. ما عملتش. دعيت في البيت الابيض من الراجل اللي اسمه اوباما وما رحتش. لانه ما انت هتروح طب وبعدين؟ هروح اتحسب. اتحسب. انما لما رحت البودن رحنا بتوجيهات. بوتين والنهارده الوقفه بتاعتنا مع بوتين كان لها حسابها انه مع الوقفه مع السيسي. السياسه يا جماعه الرياضه مؤثره بشكل غير طبيعي. طبعا الراجل احنا وهو قال ايه؟ قال الكلام اللي قاله لما قعدت معاه. قال ان احنا كروسيا مفهم في الثقافه المصريه والعربيه اكثر من اي دوله اخرى. عشان كده لما طلع البيان بتاعته بعد ما جه الاخ السيسي طلع قال الكلام ده. قال لك احنا نفهم الثقافات العربيه واقفين معاهم. الكلام ده قاله لي قبلها في شهر 10 ولا حاجه 2010 قال. فمن هنا العلاقات بتبقى
تاريخيه مهمه جدا لها تاثير بشكل غير طبيعي. هو النهارده في اللي بقول لك عاوزين نشوف احنا فرنسا ضد قطر النهارده. طب ما هو فرنسا عندها مكتسبات استثماريه طبعا. السفاره القطريه بقت على باب الشانزليزيه من رواح الشانزليزيه. موضوع دول في سياسه ورياضه داخله بعضيها. الموضوع دول وتتغير على المونديال. انت فاكر ان هشام حسن ما بيشوفش المونديال ده كان قله قيمه. فاين انا لما رحت مجلس الشعب في لجنه الشباب ومنير فخر عبد النور فكرني بيها، كان بيسالني على حاجه في الحاجه التجاريه قريب كده قبل ما يسيب الوزاره، كان بيكلمني في فهم بيسالني. قال لي مش هنسى اليوم ده. قلت له اقفل الميكروفون، ما الميكروفونات بتسجل. قلت له اين الرئيس دور حسني مبارك؟ انتوا جايين تحاسبوا العيال دي علي الدين هلال وعمك هشام؟ لو انت داخل في حاجه زي دي الدول اتكلم دول. ومصالح الدول فين؟ بس مصالح الدول في تنظيم كاس العالم وقتها كانت كلها مرتبطه بالفلوس. يعني مصر تدفع حتى لو هتنظم كاس العالم ما دفعتش هتاخد صفر في المونديال. لا ما حصلش. اقول لك ليه؟ مساله الماده والفلوس. اقول لك بصراحه. لا مش كل حته دول 24 اهو. ولو انت داخل انتخابات في امريكا، خلينا نتكلم كلام حياه، هو انت اي انتخابات في العالم كلها زي بعض. ايه هي؟ عزوه، يعني انت من بلد هو فلاحين عندك عزوتك، عندك مال ده حاجه ثانيه، عندك فكر دي حاجه صغيره، ولا في عندك علاقات عامه. دي انتخابات امريكا زي انتخابات السنغالوي. تمام. هي